سيادة الرئيس من التعقيب. يعني هختصر التعليق على وزير التجارة والصناعة واقول ان احنا لما اتكلمنا على الخطين اللي احنا اتكلمنا فيهم في اللقاء اللي فات وقلنا ان احنا عايزين نكون ايراداتنا على الاقل تساوي مصروفاتنا، يعني كان جزء كبير منها كان الصناعة، وموضوع الصناعة والاهتمام بيه خد نقاش كتير. يعني كان يتقال لي يعني الاولويات كانت ان احنا نبدا بالقطاع الصناعي ده من الاول خالص، وده كلام من 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 حيث الاهميه صحيح، لكن هل يا ترى كان الدوله وبنيتها الاساسيه جاهزه انها تعمل ده ولا لا؟ يعني هل النهارده كان عندنا الطاقه سواء كان طاقه الغاز او الطاقه الكهربائيه متاحه للمشروعات، ممكن دلوقتي بقت ممكن انها تنطلق دلوقتي؟ أنا بقول إن في الوقت ده في الأول 14 و15 ما كانتش جاهزة، وبالتالي كان المفروض إن احنا نجهز الدولة كبنية أساسية لإطلاق تنمية صناعية. احنا هي دي الأمل بالنسبة لنا، هي دي الأمل بالنسبة لنا. ال 150 القائمة اللي قال عليهم السيد وزير التجارة والصناعة اللي بيقول عليهم دول، احنا قلنا إيه؟ إن ال 150 دول احنا مش محتاجين دراسات جدوى فيهم خالص، ومستعدين نقدم حوافز اكتر كمان من اللي احنا اعلناهم دول، لان هم في النهايه ممكن يوفروا لنا في فاتورتنا بالدولار 25 مليار، مش كده يا دكتور؟ 25 مليار دولار. لما يوفروا لنا 25 مليار دولار يبقى انا طب انا لو انا قدرت في ال 150 في القائمه اللي فيها 150 ان انا اجذب القطاع الخاص انه يشتغل فيها، سواء كان القطاع الخاص مصري او اجنبي حتى، طب ده هيعمل ايه؟ اول حاجه هيعمل هيخفض لي الفاتوره، والضغط على الدولار هيقل. يعني ما هو برضه الموضوع مش ما انا انفاقي بالدولار عبء علي، الانفاق بالدولار عبء علي ليه؟ انا مثلا بجيب مشتقات بتروليه بالدولار ببيعها بايه؟ ببيعها بالجنيه. بجيب مستلزمات انتاج، بجيب مواد غذائيه، بجيبها بايه؟ بجيبها بالدولار وببيعها بالجنيه. اذا انا لازم يكون عندي رقم دولار احطه ومش مستني انه يرجع لي تاني. عشان ده يحصل يبقى انا عايز اقول ايراداتي من الدولار تساوي انفاقي بالدولار او يزيد. ال 25 مليار دولار دول اللي احنا بنتكلم عليهم، اللي هي القايمه اللي فيها 150 مشروع، واللي احنا حلمنا ويمكن يعني ننتهز الفرصه ونكلم كل المستثمرين المصريين، تعالوا القايمة دي مشروعات أو مستلزمات إنتاج بالفعل معروف لدى البنك المركزي ولدى وزارة المالية والتجارة والصناعة حجم المستلزمات اللي احنا بنستوردها سنويا منها. يعني أي منتج في القايمة ديت احنا بالفعل بنجيبه لمصر، بيكلفنا قد ايه؟ هنجد انه مثلا ممكن يبقى 100 مليون دولار، ممكن يبقى 500 مليون دولار حسب. اذا هي مشروعات دراسات الجدوى بتاعتها لان هي سوقها موجود. يتبقى ان احنا كدوله نقدم حوافز تشجع يعني تحسن من شروط النجاح. لان ممكن تكون دراسات الجدوى بتقول ان انتوا فعلا بتستوردوا ده، لكن تكاليف التشغيل والصناعة للمنتج ده في مصر مش هتبقى اقتصادية، لأن هو محتاج إنتاج كمي ضخم جدا عشان يبقى اقتصادي. أنا عوض ده كدولة بأن أنا أقدم تسهيلات للي هيقوموا بهذه الصناعة. التسهيلات دي عبارة عن إيه؟ زي موضوع الضرائب اللي إحنا بنتكلم فيه. إحنا قلنا 5 سنين وممكن نخليه أكتر من 5 سنين، بس إحنا بالأول بنشوف رد الفعل إيه. الموضوع إن إحنا مثلا ندعم احيانا برامج زي برامج الصادرات. طب رقم اكتر من 50 و60 ممكن. لو النهارده حجم الصناعه او حجم البضائع اللي هيتم خروجها هتحتاج اكتر من الرقم ده يا دكتور مصطفى، هنموله مفيش مشكله، لان هو في النهايه بيزود لي الناتج المحلي، بيعمل لي تشغيل، بيجيب لي كمان ايرادات اخرى. وبالتالي احنا محتاجين كدوله
ان احنا خلال المرحلة ديت نركز جهدنا ونقنع المستثمرين المصريين والاجانب بان هم ييجوا يشتغلوا معانا في القائمة ديت اللي انا بقول فيها هي مشروعات. مثال، انت بتستورد مثلا 13 ونص او 14 مليون اطار كاوتش، مش كده؟ اطارات السيارات وكل الاطارات يعني. طيب انت دول بيكلفوا قد ايه؟ 700 800 مليون دولار، مش كده؟ طيب انا المصنع ده لو اتعمل في مصر يبقى هينتج الكلام ده، ويبقى انا بس هجيب مستلزمات انتاجه، هجيب مستلزمات انتاجه. الفرق بين مستلزمات الانتاج اللي بجيبها ليه وبين الرقم اللي انا كنت بستوردها كامل الصناعه ممكن يوصل له 200 250 مليون دولار. يبقى انا وفرت 250 مليون دولار من بس منتج واحد هو منتج الاطارات، وحاجات اخرى كتير زي الصودا اش اللي اتكلم عليها وكلام اخر كلام اخر. اذا احنا كمواطنين، احنا كمستثمرين، احنا كرجال اعمال محتاجين ان الرقم ده نقدر ننهيه في اقل مده ممكنه. ولو احنا نجحنا، عشان بس الناس بتقول ايه، متى نرى ان الازمه دي بتنفرج تماما بغض النظر عن التطورات اللي موجوده في الخارج، اللي هي موجوده في اللي رفعت اسعار الوقود ورفعت اسعار السلع الاساسيه، وايضا يمكن عملت تعقيد في سلاسل التوريد او الانتاج اللي بتمر حوالين العالم. احنا محتاجين، وانا بقولها دلوقتي لان ده موضوع احنا شغالين فيه بقالنا 3 سنين ونص 4، ودلوقتي ان الاوان، ويمكن الازمه اللي احنا موجودين فيها ديت اكدت ان احنا لو اتحركنا بفعاليه ومهما قدمنا من حوافز للناس لن يكافئ ابدا ان احنا نوفر ال 25 مليار دولار دول. وبالتالي بضم صوتي للسيد وزير التجاره وللدكتور دوله رئيس الوزراء في ان احنا نتحرك ونكثف ونقنع رجال الاعمال. وانا لما بقول، وانا بقولها قدامكم دلوقتي هنا، اي رجل اعمال او مستثمر احنا مش بس هنقول له خد الارض. موضوع الارض ده ارض موضوع بسيط جدا، وانا خلوني اتكلم هنا في النقطه دي عن موضوع احنا التجربه بتاعتنا خلال العشر سنين اللي فاتت اظهرته. كان كل ما نتكلم مع رجال الاعمال والمستثمرين يقولوا خصصوا لنا اراضي. فقلت لهم طيب يعني بنخصص، حاضر. ثم قلنا نراجع الاراضي اللي تم تخصيصها وحجم المشروعات اللي اتعمل عليها، لان ده بيعكس ان هل في طلب على الاراضي، هل الاراضي اللي تم تخصيصها كفايه ولا محتاجين. فوجئنا ان احنا كنا خصصنا حوالي ما يقرب من 30 مليون متر، وفوجئنا ان اللي اتعمل عليه مشروعات لا يزيد عن 10% من الرقم. وده اللي خلانا مشينا في المسار بان احنا ننشئ مجمعات صناعيه 17 اللي قالهم وزير التجاره والصناعه. طب احنا ممكن نعمل 17 تانيين؟ 20؟ 30؟ ممكن لو في طلب. لاننا في الفكره بتاعت المجمعات ديت قلنا ان احنا مش هنخلي المستثمر سواء كان مستثمر متوسط او صغير يدور على تراخيص ويدور على فلوس عشان الارض اللي انا اديتها له يعمل عليها المنشاه بتاعته. طب انا هعمل المنشات الصناعيه واقول له اتفضل الحاجه موجوده اهي، انت كده معاك رخصه، معاك ترخيص انك، لان في قايمه بالمشروعات اللي احنا مش كده برضو، قايمه بالمشروعات اللي احنا بنسمح بيها داخل هذه المجمعات. طب لو احتاجنا، هو بيقول لي 4 خلصوا 100%. طب لو احنا محتاجين تاني نعمل تاني؟ طبعا تاني وتالت ورابع، نشغل الناس، نزود الناتج المحلي، نقلل فاتوره الاستيراد، وده هو ده السبيل الوحيد اللي يخلي البلد دي تطلع لقدام. بس لازم اقول نقطه مهمه هنا، ان احنا واحنا بنعمل ده لازم تعرفوا ان الموضوع متداخل مع بعض. يعني ما تقدرش تقول ده ويكون التعليم اللي عندك ما بيطلعلكش ناس، حتى التعليم الفني يقدروا يشتغلوا في المشروعات اللي احنا بنتكلم عليها. لان جزء من الموضوع هي العماله المدربه الماهره في اي مجال صناعي انت عايز تحقق فيه نتيجه كويسه. فانا بس عايز اقول ان ده
الناس بتسأل ليه احنا اتأخرنا فيه، احنا ما اتأخرناش فيه، احنا كان لابد ان اولوياته تاخد درجة متأخرة حتى نعد البنية اللي تستطيع. لما اقول لك اتفضل هنا في مشروع هتجد الكهرباء اللي انت عايزها، لو محتاج غاز هتجد الغاز اللي انت عايزه والطاقة اللي انت محتاجها. كنا محتاجين نأخر ده شوية لغاية لما يبقى عندنا البنية اللي تنجح هذا الموضوع. انا بشكرك وبشكرك الدكتورة رانيا. يعني مش عايز يعني تعليق على الدكتورة رانيا ان هي بتقوم بدور عظيم جدا جدا تنسيقي، وتبقى هي يعني بتتحرك مع كل مؤسسات التمويل الدولية عشان توفر تمويل منخفض التكلفة او منح، مش كده دكتورة؟ مش كده؟ بشكرك يا فندم. هو الـ يمكن التمويل التنموي، وكلمة التنموي هنا على الشروط الخاصة بهذه التمويلات، هي منخفضة التكلفة، بتدينا 6 سنين فترة سماح، وبالتالي سواء كان قطاع خاص أو حكومة بيقدر إن هو يبدأ المشروع نتائجه تبان قبل ما يبدأ التسديد، والسداد بيبقى على فترات طويلة 20 سنة أو أكتر. الحاجة التانية اللي مهمة جدا إن هذا النوع من التمويل عليه تنافس شديد جدا من دول عديدة، وبالتالي لما بتبقى الدولة واضحة في استراتيجياتها زي ما اتفقنا انه من الرؤية الوطنية الى الشراكات الدولية، هو ده اللي بيحفز وبيتيح لنا خصوصا في وقت الازمات القدرة على التفاعل مع هذه المؤسسات. الحاجة الاخرى برضو انه ليست فقط للدولة ولكن للقطاع الخاص، والقطاع الخاص بيقدر ان هو يعني يبقى له هذه الخصوصية على خلفية الثقة المتبادلة ما بين الدولة المصرية وهذه المؤسسات التنموية المختلفة. بشكرك يا دكتورة رانيا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.